السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم بدرس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف الحادي عشر علم هندرس اليوم درس جديد وهو الحركة التوافقية البسيطة مؤشرات الأداء أن يحدد الطالب شروط الحركة التوافقية البسيطة يفسر كيف تتغير القوة والسرعة والعجلة عندما يهتز جسم معين بحركة توافقية بسيطة. يحدد سعة الاهتزاز في الحركة التوافقيه البسيطه يتعرف على مبدا حفظ الطاقه الميكانيكيه في الحركه التوافقيه البسيطه لجمله ثقل زنبرك نبدا بنشاط التعرف على الحركه التوافقيه البسيطه لديك زنبرك ثابته كي مثبت راسيا بنقطه ثابته يعلق به ثقل كتلته ويطرق ليستطيل الزنبورك حتى يتزن يسحب الثقل لأسفل مسافة صغيرة ثم يفلت فإن الجملة تبدأ بالاهتزاز نلاحظ عزيز الطالب أن الجسم يتحرك ذهابا وإيابا حول موضع اتزان ثابت يسمى موضع الاتزان والجسم يتحرك بين نقطتين أقصى إزاحة لأعلى وأقصى إزاحة لأسفل نستنتج من النشاط أن الحركة أو حركة النابض حركة اهتزازية على خط مستقيم ويتناسب فيها قوة الإرجاع طرديا مع, الإزاحة مع إزاحة الجسم عن موضع الاتزان ويكون اتجاهها بعكس اتجاه الازاحه. تسمى هذه الحركه بالحركه التوافقيه البسيطه. لاحظ معي عزيزي الطالب الفلاش التالي. نلاحظ ان قوه الارجاع معاكسه دائما لاتجاه الازاحه وتكون قوه الارجاع قيمه قصوى عند اقصى ازاحه موجبه واقصى ازاحه سالبه. الحركة التوافقية البسيطة حركة اهتزازية تكون على خط مستقيم حول موضع الاتزان. قوة الارجاع تتناسب طرديا مع الازاحة وبالاتجاه المعاكس. نلاحظ معا معادلة قوة الارجاع تساوي سالب ثابت الزنبرك في الازاحة. وبتطبيق قانون نيوتن الثاني ل... وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد ان العجله تساوي محصله القوى على كتله الجسم وثابت الزنبرك في الازاحه على كتله الجسم نلاحظ من المعادله ان العجله تتناسب طرديا مع مقدار ازاحه الجسم عن موضع الاتزان واتجاهها دائما يعاكس اتجاه الازاحه معادله مقدار العجله القصوى تساوي اي ماكس تساوي ثابت الزنبرك على كتله الجسم في سعه الاهتزازه سعه الاهتزازه هي اقصى ازاحه على احد جانبي موضع الاتزان لاحظ معي عزيزي الطالب حركه دوران الارض وحركه الزنبرك او حركه جمله الزنبرك والكتله الثقل هنا يتحرك حركه اهتزازيه ولكن الارض تتحرك حركه دائريه شاهد حركة الأرض في مدارها حول الشمس حركة دورية ليست حركة توافقية بسيطة لأن الأرض لا تتأرجح حول موضع اتزان ثابت نستنتج من السابق أن الحركة الاهتزازية حركة تتكرر ذهابا وإيابا على المسار نفسه حول موضع الاتزان ساعة الاهتزازة يرمز لها بالرمز A وهي أقصى إزاحة للجسم في الحركة الاهتزازية على أحد جانبي موضع الاتزان. الزمن الدوري الزمن الذي يستغرقه الجسم ليكمل اهتزازه كاملة. قوة الإرجاع القوى المؤثرة في الجسم المهتز والتي تعمل على إرجاعه إلى موضع الاتزان واتجاهها معاكس لاتجاه الإزاحة عن موضع الاتزان. سؤال كيف تتغير ازاحه وسرعه جسم وقوه الارجاع لجمله ثقل زنبرك عند المواقع المختلفه وفقا للجدول التالي؟ شاهد الشكل أ نلاحظ ان الجسم عند موضع الاتزان الجسم عند موضع الاتزان الازاحه الازاحه تساوي صفر وقوه الارجاع تساوي صفر والعجله صفر. والسرعة قيمة قصوى نلاحظ من الشكل ب أن الركاب عند أقصى إزاحة موجبة، هنا عند أقصى إزاحة موجبة السعة A والقوى قيمة عظمى والعجلة قيمة عظمى والسرعة تساوي صفر. عند عودة الركاب إلى موضع الاتزان نلاحظ أيضاً أن الإزاحة وقوة الإرجاع والعجلة تساوي صفر والسرعة قيمة قصوى. نلاحظ أيضاً من الشكل د أن السعة عند أقصى إزاحة سالبة وقوة الإرجاع قيمة قصوى والعجلة أيضاً قيمة قصوى والسرعة تساوي صفر. في الشكل ه نلاحظ أن الإزاحة وقوة الإرجاع والعجلة تساوي صفر والسرعة قيمة قصوى. نلاحظ من الشكل (واو) أن الإزاحة قيمة قصوى تساوي السعة وقوة الإرجاع قيمة قصوى والعجلة قيمة قصوى والسرعة تساوي صفر. المعادلات الموجودة للتعويض لإيجاد أو لتكملة الجدول المقابل، لاحظ معي عزيزي الطالب هل ينطبق مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية على حركة جملة الثقل والزنبرج؟ نلاحظ من الرسم البياني التالي أن طاقة الحركة الموجودة أمامك وطاقة الوضع نلاحظ أن طاقة الوضع تزداد بنقص طاقة الحركة، ومجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة تساوي مقدار ثابت وهو الطاقة الميكانيكية. لاحظ معي عزيزي الطالب طاقة الوضع المرونية تتغير بتغير الإزاحة وأيضا طاقة الحركة تتغير بتغير مربع السرعة مجموع طاقتي الوضع والحركة تساوي الطاقة الميكانيكية وعندما يكون الجسم عند أقصى إزاحة الإكس تساوي A أي أن طاقة الوضع المرونية تساوي قيمة قصوى، وتساوي أيضا الطاقة الميكانيكية. نستنتج من ذلك أن الطاقة الميكانيكية تساوي مقدار ثابت، ويكون وتكون معادلة الطاقة الميكانيكية هي: أن الطاقة الميكانيكية تساوي مجموع طاقتي الحركة وطاقة الوضع المرونية. نتوصل إلى معادلة طاقة الحركة عند أي إزاحة لجملة الثقل والزنبرك أن طاقة الحركة تتغير بتغير الإزاحة أيضا معادلة سرعة جملة الثقل والزنبرك عند أي إزاحة V ساوي الجزر التربيعي لثابت الزنبرك على كتله ثقل مربع سعه الاهتزازه ناقص مربع الازاحه لاحظ معي عزيزي الطالب ان الطاقه الميكانيكيه دائما ثابته طاقه الوضع وطاقه وطاك... الوضع وطاقه الحركه في الحركه التوافقيه البسيطه تتغيران بتغير موضع الجسم بينما الطاقه الميكانيكيه ثابته نلاحظ او نستنتج ان معادله السرعة عند أي موقع كالتالي ولكن إذا كان الجسم عند موضع الاتزان تكون الإزاحة قيمة قيمتها صفر وتكون معادلة السرعة كالتالي السرعة عند موضع الاتزان قيمة قصوى وتساوي الجذر التربيعي لثابت الزنبرك على كتلة ثقل مضروبة في مربع سعة الاهتزاز مثال واحد ربط مكعب كتلته 0.20 كيلو جرام بالطرف الحر لزنبورك ثابته 25 نيوتن لكل متر ومثبت أفقيا إذ أزيح المكعب مسافة 0.15 متر عن موضع اتزانه ثم ترك يهتز في حركة توافقية بسيطة على سطح أفقي أملس احسب طاقة حركة المكعب لحظة مروره بالموضع X يساوي 0.10 متر أولا لابد نحدد المعطيات وهي سعة الاهتزازة وثابت الزنبورك والكتلة كما هي في المثال، المجهول طاقة الحركة عندما تكون الإزاحة عند 0.10 متر، أخطط، نضع المعادلة التي تدل على الطاقة الحركية بدلالة الإزاحة، أحسب. نعوض في ثابت الزنبرك وأيضا في ساعة الاهتزازة والإزاحة يكون الناتج بعد استخدام الآلة الحزبة كالتالي عزيزي الطالب تابع معي لنحل المثال التالي مثال اثنين إذا كانت القيمة القصوى لسرعة كتلة ساوي صفر بوينت خمستاشر كيلو جرام ويتصل بزنبورك ويتحرك حركة توافقية بسيطة تساوي صفر بوينت متر لكل ثانية وكانت القيمة القصوى لعجلة حركة الثقل تساوي ستة بوينت متر لكل ثانية تربية المطلوب الأول أوجد ثابت الزنبرك المطلوب الثاني احسب سعه اهتزازه الحركه نعين في البدايه المعطى من المثال نبدا من كتله الثقل تساوي 0.15 وتابع معي عزيزي الطالب ان القيمه القصوى للسرعه يبقى السرعه قيمه قصوى تساوي 0.58 متر لكل ثانيه ايضا العجله هنا قيمه قصوى اي ماكس تساوي 0 6.7 متر لكل ثانيه تربيع المجهول هو ثابت الزنبرك وسعه الاهتزاز لا ان نخطط ونكتب المعادلات المطلوبه لحل المثال المعادله الاولى وهي معادله السرعه عندما تكون قيمه قصوى ومعادله العجله عندما تكون قيمه قصوى نلاحظ ان من المعادله من معادله السرعه في ماكس موجب او سالب الجذر التربيعي لثابت الزنبرك تقسيم كتله الثقل مضروبه في مربع السعه ايضا العجله القصوى تساوي ثابت الزنبرك تقسيم كتله الثقل مضروبه في سعه الاهتزازه من المعادله الاولى والثانيه نستنتج معادله ثابت الزنبرك تساوي اي ماكس تربيع مضروبه في كتله الثقل تقسيم في ماكس تربيع بعد التعويض نعوض في اي ماكس وفي كتله الثقل وفي القيمه القصوى للسرعه بعد استخدام الاله الحاسبه يكون الناتج 20 نيوتن لكل متر، أيضا من معادلة القيمة القصوى للعجلة نستنتج أن السعة تساوي بالتعويض هنا في المعادلة يكون الناتج 0.05 متر، ملخص ما تعلمناه. تعرفنا على شروط الحركه التوافقيه البسيطه واستطعنا ان نفسر كيف تتغير القوه والسرعه والعجله عندما يهتز جسم معين بحركه توافقيه بسيطه استطعنا ايضا تحديد سعه الاهتزازه لجمله ثقل زنبورغ ايضا تعرفنا على مبدا حفظ الطاقه الميكانيكيه في الحركه التوافقيه البسيطه لجمله ثقل زنبورغ اعزائي الطلبه هكذا نكون قد انهينا درسنا, درسنا اليوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته